السلام عليكم واهلا بكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل مهنيين وبخير وعلى خير. وقبل ما نبداو نشوفوا هذه الوصفه التقليديه الرائعه، نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم حندير معكم طعام اللي ندير في المناسبات، في الفرح، نهار الجمعه، الاعياد، يجي بزاف بنين. انتبهوا معايا في القدره اللي راح نفور فيها طعام هي اللي راح نطيب فيها. هنا عندي مغرف تاع السمن اللي ما عمرتهاش بزاف اللي راح ندير معها مغرف تاع الزيت، وندير القطع تاع الدجاج ديالي، ونبدا ندير معاهم اول حاجه هي البصل. البصل هنا حبه تاع بصل متوسطه ريحتها في رقيق، درت معها الملح ودرت معها التوابل، التوابل تاع المريقه العاديه ديالنا، درت الملح، فلفل الكحل والقرفه، وخليتهم يتقلاو. نعاون التقليه ديالي بشويه تاع الماء باش البصل ديالي ما ينشفش وما يلصقليش في القدره. نقص النار تماما ونخلي الدجاج ديالي يتقلى على نار قليله، ونروحوا للطعام. الطعام هنا عندي طعام مفتول باليد، اسكيفين نغسلو مليح ونخليه يستقطر، ومن بعد نحطو يفور فوق التقليه ديالي. هنا كيما كتشوفوا راني نغسل في الطعام. الخضره ديالي اللي هي اللفت، الزروديه والقرعه، قطعتهم درت لهم شويه ملح وشويه فلفل الكحل، وخليتهم باش من بعد الخضره ديالي تجيني بنينه. هنايا شوفوا كيفاش تقلى الدجاج ديالي تري تري بيان، زدت له حبيبه تاع طوماطيش اللي ريحتها. الكسكس دائما ديروا له شويه تاع الزيت باش من بعد الطعام ما يلصقناش. هنا عندي حميصه اللي طايبه، يعني واجده، يعني نزيدوا لها غير شويه 3-4 مينوت تكمل طيابها مع المرقه. هنا هاد الحميصه اللي نكونوا مثلا حاصلين ما نسينا ما شمخناش، ولا مليح نلقاوها كي الحسنه، مليح تكون عندنا في الثلاجه. هنا كيما راكو تشوفوا بعد ما تقلت الدجاج ديالي تخي تخي بيان، مرقتو قيس الخضره وقيس الكميه تاع الطعام، وزدت هنايا الحميصه باش تكمل الطيبه. كو تعرفوا الدجاج ما فيش الروح، يطيب تاع بالخف. كيفار الطعام ديالي التفويره الاولى هذيك، درت له الملح ودرت له قطره تاع الزيت، وبديت نشمخ فيه بشويه. وريت لكم الطريقه تاع تحطوه تحت العين، وهذه طريقه ثاني للناس اللي ترهب هذيك الطريقه، يبا تبداو تشمخوا فيه هو ينشف، نتوما تزيدوا تشمخوا حتى تشوفوا الطعام ديالكم فريمون ولا رطب. هنا حطيت الخضره ديالي مع حبيبه تاع الفلفل، وخليتهم يكملوا يطيبوا مع هذاك الدجاج. هنا راني نعاود في الطعام، وحبيت كلمسه جميله درت الزبيب فلوفون تاع الكسكس ديالي، وعاودت الطعام فوقه. هذه هي التفويره الاخرانيه، الطعام يتفور زوج مرات. كيفار الله الله كيما راكو تشوفوا، ما قعد لي دركا غير ندهنو. انا هنا بيان سي قلت لكم طعام تاع الفرح تاع المناسبه تاع الاعياد، نديروا له السمن تجي البنه ديالو. واش نقول لكم، انا استعملت هنا السمن تاع الاصيل. الوغ كاسكو جي في، حطيت السمن وحطيت فوقه الطعام. انا ماشي توت سويت نبدا ندهن فيه، نبدا نحط فوقه الطعام ونخليه يريح يريح مدتها هكاك 3 دقائق 4 دقائق، باش ومن بعد نروح ندهنو. واش نقول لكم، هذيك الروايح ما نحكي لكم شاكو. تشوفوا يعني درنا طعام بشويه تاع الدجاج، وتشوفوا يعني الدنيا تولي تعبق بهذيك الريحه العزيزه. هنا طعام ديالي بيان سيغ بعد ما طاب الدجاج وطاب طابت الخضره، هنا سقيته لكم. المريقه ديالي تجي واش نقول لكم، ما اللون ديالها ابيض، ما تجي حمراء فريمون، تجي وسط وتجي بزاف بنينه مع هذيك الحبه تاع الفلفل. انا ترشه تاع القرفه اللي زادت لها بنه على بنه. هذه هي بالنسبه للطبق تاع اليوم، ان شاء الله نال الاعجاب ديالكم.